الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.